السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير، ويا هلا ويا مرحبا ملايين بالغالين، وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. اليوم عندي أنا والشيخ بحر مراجعة في المستشفى على شان بحر، بنروح نخلص مراجعته إن شاء الله، وبعدها نتفرغ عاد لمشوارنا الثاني. صبحك الله بالخير يا بحر، يا صباح الأنوار، يا صباح العسل، يا صباح الورد، يا صباح القشطة. دوام مستشفى. لا حول، يلا صباح خير يا الشاذي، يلا صباح خير. وش فيك انت؟ ايش فيك انت؟ صل على النبي، ايش فيك؟ رمضان هذا كله ايه زفت معي. اسال الله ان يشافيك ويشافيك المريض. بحر هوي يا ولد يا ورع. بحر نقم، وصلنا مستشفى. بحر انا كرهت بحر نقص مرة من بحر. بحر سيارة أم قشة عن لبق جنبنا، أم قشة عن وقف. حول وصلنا المستشفى. حول لا ترجع ترقد. حول خلصنا، اللهم لك الحمد والشكر. هالحين سبحان الله، الطفش اللي اوله وزع للي اوله يروح. الحين ابتسامه يطقها من الاذن للاذن، مبسوط. يا حبيبي انت. طيب عندي لك، عندي لك علم زين، علم زين. الله يشفيك ان شاء الله. وشو بتروح معنا للنياق؟ وين راح الصلف اللي اوله والتعب؟ فجاه طار. ما تعب، ما في. لا انت تعبان، خليك ترتاح وترقد. لا يا ابوي، لا ما فيني تعب، رقدت انا اولا بس. حتى لازم ترتاح زياده لان تعبت. لا 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 لا، انا ما تعبت، خلنا نروح للكروشه نشوف بكرتها. ابشر والله بس سعد، ابشر والله بس سعد، زايد بخطيب. ها اي طيب.